فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا وجدت مالا ثم تبين لي أن صاحبه كافر فهل علي؟ إذا إيش؟ إذا وجدت مالا ثم تبين لي أن صاحبه كافر فهل علي أن أعطيه إياه أم أخذه لنفسي؟ نعم، الكافر ماله محترم إلا الحربي، إذا كان حربيا لا، أما إذا كان ما هو حربي فماله محترم يحتفظ به ويوصل إليه بأمانة، وهذا شيء من مزايا الإسلام أيضا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.